المقابلة دي المفروض نعملها من زمان احنا، بس الظروف ما بتلعب الإعلام. ومعروف في محمود موسى يعني من أول قعدة قعدت معك قلت أنا ما هعمل المقابلة إلا مع زغين مشان تبين الأمور للجماهير العربية، وهذه أكبر غلطة بحياتي عملتها. أي مطرب بتلاقيه من هون هو البدايات، هو بدايات كلهم معي. أنا بعرف التفاصيل اللي ما حدا بيعرفها. جورج وصوف أحلى ما غنى عندي، راغب علامي أحلى ما غنى عندي، في مطربين كتير أنا كان عنده معي مثلا ما بدهم يغنوا هالغنية كنت أحكمهم حكم يغنوها. غنية علمتيني أحب الدنيا محبة جورج وصوف كلام الناس ما بده يغنيها. هذه المرحلة ما بحب أحكي فيها كتير لأن هذه أنا غلطت فيها كتير. مثلا يعني المفروض ما أروح لأونيكي، صار يسول الأغاني يحطون على الرينج تون والرينج باك تون، كان تعمل مصاري بالهبل يعني. لما أعطيته الشريط بعد ما في صوت فيروز، لما أعطيته الشريط وسمع مزيكا كان عنده عبد الله رويشي ده، قال لي الشريط ده حيخرب الوطن العربي. مرة نحن علقنا يوني بولا بحازمية لفيروز تلفنت لخالي الله يرحمه، قالت له من هون للصبح زمان شيل حرف عليك قضية. يوني بول من الكبار أول الحازمية ما بتحب. انتوا فكركم انه هيك شايفين حالكم على بيض وجه دائما؟ ايوه طرقته بعد اليوم ده. ليه؟ ما بدها والله العظيم. بما انه اليوم هيدي صايره مثل تحيه للكاسيت رح نقي مين؟ نجوى كرم. هيدا يا حبايب الكاسيت اول كاسيت لنجوى كرم. مايا نصري مثلا بلشت تشتغل معها بعد ما فكيت ارتباطك مع نوال الزغبي. بالضبط، حسسهم انه انا اذا راحت مطربه فيني اعمل مطربه تاني. يعني مثلا عمرو دياب ما بيجيب يعني سيره الشركه اللي انتجت له اول البوم، مش من حقه ياخذ الشريط هذا، هو مطرب مثله مثل صوته مثل صوت الكمانجة. لما تطلع بمقابله تلفزيونيه خي شو بتستحي تقول اسم الشركه مثلا اللي انتجت له اول مره بحياتها؟ شو بتستحي تقول اسمي انا كمنتج؟ جاب لي وحده اسمها حقول اسمها هلا كمان ما بيأثر. صوت حلو وكاريزما حلو هذا، بس ما عنده مخ سبحان العاطي خي، ما فيك تقول غير هيك. يعني امبارح عم بتطلع لها بالكواليس تبع هذا سعودي ايدل راجوز، ما تنسى انه عم بيكبر بالسن. يعني اليوم عمرو دياب وراغب علامه صفقه كل واحد ب 63. يعني هلا اللي على الساحه في نصيف زيتون اهم واحد، هلا لو كمل لوحده بس اجت شركه حضنته. الغنيه الخليجيه كيف فاتت على مصر بتذكر في شريط اسمه سكة سفر، الغنية هاي غيرت مظهر الغنية الخليجية بمنطقة الشرق الأوسط كلها. خالد الشيخ ونبيل شعيل وعبد الله رويشد وأبو بكر سالم وهذا، هدول قدمناهم صح. نحن صاروا يجوا يعملوا حفلات بمصر. عتاب الله يرحمها المطرب السعودي اللي كانت مع جنسية مصرية، هي كانت منفية بمصر ممنوع تفوت على السعودية، وضلنا على مدى 6 أشهر هالغنية ما خلت شيء بالدنيا اللي ما انعمل وضربت الضربة العجيبة. روتانا ملنا شركة انتاج، روتانا لما فاتت على السوق تقريبا قفلت شي 12-13 شركة بالوطن العربي. خي المطرب عم بياخد مصاري لينتج هو، شو بده في محمود موسى او سعيد امام او فلان؟ عرفت علي كيف؟ صار بتفتح الحنفية بينزل مقابلات المطربين. انا ما بندم على شي فات من كل قلبي وحياة الله، انا مبسوط انه راحوا الشباب من مصر وعملوا مصاري بس خيي ما معقول انت اليوم انت عم تراقب شيء على الهوا لايف 12 نجم و13 نجم على الهوا لايف، هذا خيي كيف وين ما صارت هذا؟ هلا حلو انه عم يستفادوا بيشتغلوا هذا وهن عم بيعملوا ارشيف لهم. يعني هذه انت ببيتك ما فيك تقول انا علاتي كواطي مثلا، فيك تلاقيها لواحده من اولادك. التلفزيون الاعلام بشكل عام ما تزعلش مني، يعني أنا لا أثق بالإعلام العربي كله سوا على بعض. هيدا شاذ، موضوع شاذ ما حدا يحكي فيه. مدرسة حد ذاتها انتبه، كلهم قلدون وبدون يعملوا كرة مثله وفشلوا. آخر همه كان لا مقابلة لا انترفيو لا صحافة لا كذا. عم شوف أسوأ الصور هي صور ولا ما كان يتصور هذا الزلمة، كان يجي المصور كان يضربه يقول لك كيف متصورة يا صورة بالكيلوت ولبسته الجاكيت والجراف بشيراتون القاهرة. الجمهور هذا هو تفتكره سهل، هذا الجيل الجديد سهل أصعب يمكن. أنا ما بدي شيء منهم، لا الحمد لله الله كافيني وقاعد ببيتي بتجيني مصرياتي في الآخر شهر ومرتاح. وما عندي قديه بتعمل بالسنة من اليوتيوب؟